الآن لو نتكلم عن ال past regrets and criticisms اللي هو الانتقاد والندم. طيب نأخذ الملاحظات. الملاحظة يقول should والout to زائدا have زائدا past participle، هاي القاعدة مالت الزمن. طيب is used to talk about past regrets، تتكلم للتحدث عن الندم في الماضي. or criticize past actions، أو لربما الانتقاد انتقاد حدث ثمن في الماضي. تقريبا هو الندم والنقد هو نفس الشيء. يعني أنا هسه لو أقول أنتقد، على سبيل المثال أنتقد مديري السابق، أقول صراحة أنا كنت مع مدير مو زين وتندمت لأنه انضميت لهذه الشركة. الآن أنا بتندم، والندم تقريبا الندم يشبه الانتقاد، لذلك ما حاطينهم مع بعض. فيقول should زائدا out to زائدا have زائدا past participle is used to talk about past regret or to criticize past action. It is used to say that someone did wrong thing to state the opposite of what was done. الآن إذا نكتب ملاحظة هنا، نكتب ملاحظة أن تستخدم الشود، تستخدم الشود للتعبير عن الندم، أي أن شيء أنت ندمت القيام به، تندمت علي، سواء إذا أنت شيء سويته أو شيء ما سويته، سواء إذا شيء سويته أو شيء أنت ما سويته، فهو ندم يعتبر. يعني إذا أنت هل أنت عملت هذا الشيء أم لم تعمله نفس الشيء، عملته أم لم عملته، بمعنى هو ندم. يعني بالأخير هو ندم، راح يكون هو ندم. طيب طيب نأخذ المثال ونشرحه. يقول بهذا المثال I should have left earlier، أنا كان المفروض علي أغادر من وقت. طيب أو I shouldn't have waited for the bus، صراحة ما كان لازم علي أنا أنتظر للباص. إذن هو هذا ندم، سواء أنت عملت بشيء بحالة النفي أم في حالة النفي، في حالة النفي أم في حالة المثبت فهو ندم. طيب ملاحظة رقم 2، إذن هاي الجمل بها ندم. الملاحظة رقم 2 يقول should والout to زائدا have والbeed والpast participle is used to talk about an event in the progress، يعني يوجد هنالك استمرارية بالحدث. It is used to say that someone was doing the wrong thing an action lasting for a period of time. طبعا lasting هنا معناها دامة أو استمر. For a period of time، استمر لمدة من الزمن، استمر لمدة من الزمن. طيب حلو. الآن نكتب ملاحظة تستخدم قاعدة الشد، ثم ملاحظة تستخدم قاعدة الشد. شد طبعا الشد أو الأوتو نفس الشيء، شد أو الأوتو زائدا have been زائد فعل يحتوي على ing، زائد فعل يحتوي على ing، زائد فعل يحتوي على ing للتحدث عن الندم إلا أن فيه استمرارية. للتحدث عن الندم إلا أن فيه استمرارية، يعني أكو حدث، أكو شوية في الحدث استمرارية، هنالك استمرارية بالحدث، هو أيضا ندم ولكن فيه استمرارية. يقول I shouldn't have been talking during the test، صراحة أنا ما كان لازم أحكي خلال الامتحان. إذن هو بي استمرارية، إذن الامتحان بمدة زمنية. يعني have been talking يعني ما كان، لم يكن علي أو لم يجب علي
أن أستمر بالحديث خلال الامتحان during the test أو الاختبار أو الاختبار. إذا عندما نستخدم الـ have been زائدا فعل باي إن جي لازم يكون هنالك شوية استمرارية. الآن لو يعني من الممكن واحد يسألني يقول لي شلون أعرف استمرارية؟ أكيد من معنى الفعل. الآن لو أجيت على talking فيه استمرارية أليس كذلك؟ في الفعل استمرارية talking يعني يستمر بالاستمرارية. الآن عندي paying attention turned off. I told you that we should have turned left. يجب أن نستدير إلى جهة اليمين. هذا الفعل لا يحتوي على استمرارية لذلك ما حاطين B-I-N-G. الآن we should have been paying attention. كان يجب علينا paying attention التركيز أو الانتباه. التركيز أو الانتباه التركيز ظل تركز. إذن في الفعل هنالك استمرارية لذلك قال لك have been. فإذا شلون نعرف هل هو استمرارية أم غير استمرارية؟ أكيد من معنى الفعل. عندنا تمرين السابع يقول Amanda had a terrible day yesterday. قضت Amanda يوما سيئا البارحة. Make sentence about her problem using should or ought. هنا هذا الموضوع شوية راح يكون open يعني تقدر تستخدم كيفك. أنا راح أختار لكم كم جملة والباقي أتركها عليكم تحلونها أنتم على مود شوية تتدربون. وأي جملة صعبة مستعد أحل لكم إياها. الجملة الأولى يقول she overslept. طبعا كلمة she overslept يعني هي نامت كثيرا هيك بمعنى أو غطت في النوم كثيرا. Because she went to a party لأنها ذهبت إلى الحفلة the night before and stayed up late لأنها قد ذهبت إلى الحفلة في الليلة السابقة أو في الليلة قبلها وبقيت مستيقظة. الآن الجملة اللي أنا أريد أصيغها بشكل مناسب حتى أوفي معنى هذه الجملة راح أقول طبعا بالعربي راح أقول تتمنى أنه هي ما رايحة للحفلة أو نقدر نقول تتمنى أنه هي ما بقت مستيقظة. أنا أفضل نقول أنه هي ما رايحة للحفلة. فراح أقول she should have left يعني ال should وال have التصريف الثالث للفعل. فراح أقول she should have gone هاي إذا مثبت. أما إذا أردتها نفي فراح أقول she shouldn't. طبعا إحنا كده راح نسويها نفي. ليش نفي؟ لأنها هي راحت للحفلة إحنا نريد نقول هي لم تذهب. فإيش راح أقول she should not have gone. She should not have gone وإلى آخره من هذه الجملة. رقم 2 she missed the bus because she had to go to the store to the exact change. إذن هي فوتت الباص يعني الباص فاتها لأنها توجب عليها القيام إلى المتجر الذهاب إلى المتجر لكي تقوم ببعض التغييرات. طيب الآن أنا أريد أسوي نفي. She missed the bus because she had to go. هي متندمة لأن الباص عافها مثلاً. نقول نتمنى ان هي مريحه حتى تبدل تقوم ببعض التغييرات. طيب الان ممكن اقول شي طبعا انا عندي هاد يعني ماضي فراح اقول الفعل ما اعتقد به استمراريه اقول جو. انا ايضا نفس الحرف اقول she should not have gone to the store يعني هي لم يجب يعني انا راح استخدم الهاد تو يعني توجب المين فير او اذا استخدمت الجو اعتقد ايضا راح يكون المعنى صحيح. يعني الفكره انه انا لازم اصيغ جمله بمعنى انه هي لم يتوجب عليها القيام للذهاب الى المتجر للقيام ببعض التغييرات فيه يعني الفكره يعني ولا اخره.
ناخذ علاء على التعيين. جملة رقم 6 يقول she bought a new pair of jeans. اشترت زوج من الجينز بنطلون الجينز. when she got home ومن وصلت البيت she tried them on جربتهم and found that واكتشفت بأنه they were too tight واكتشفت أنه هم غير مناسبات. أريد أقول جملة مناسبة راح أقول أتمنى لو أني مبدلت مش يعني مجربتهم علي بالدار. هيك راح تقول she should have tried them on. بس أقول in the shop أو before she bought a new pair of jeans قبل أن تشتري هذه بالجينز لازم هي تجرب وإلى آخره من هذه هذه هيك راح تكون الجواب. ننتقل الآن إلى التمرين الثامن. What are the following people probably saying to themselves with another student try to at least two regrets for each person, one with should and one with shouldn't. الآن عندك ذن جمل. هذه الجمل أريدك تكتب عليهم جمل ندم. تعبر عنه جمل ندم. طيب. وتستخدم واحدة بالشد وبرة بالشد. يعني مثلا a teenager مراهق who has been grounded for a month by his parents. يعني شلون احنا نقول ابوه امه خلوه بالبيت ما خلوه يطلع ابد شو مسوي له من مكسورة هيك. يعني معناها خلينا نقول لزموه بمكانه بنفس القاع خلوه قالوا له اقعد الزم القاع الزم القاع اقعد استقر اخوي استقر هيك. طيب انا هنا اريد استخدم should. يقول لك يعني هم اهله وقفوه خلوه بالبيت قالوا له بعد ما تطلع يعني. طيب اكيد هو الولد مسوي فد شيء غاضب الاب والام. أنا أريد أقول فتشي مثلا خلينا نقول هو كسر السيارة هذا من عندي افتراض يعني كسر أو صدم السيارة. شلون أقول طبعا أنا هو ده يقول يعني with themselves يعني لأنفسهم يعني باعتباره يستخدمون ضمير I. فراح أقول مثلا I should not have taken the car. ما كان علي أخذ السيارة أو ما كان علي أضرب السيارة أو ما كان علي أخذ الكي كارد مالت أبوي وأمي مثلاً ولا آخرين. politicians سياسيون قد خسر في الانتخابات. متندم على إيش؟ متندم لأنه ما دفع فلوس هواي يمكن. مو صحيح؟ خصوصاً عندنا بالعراق. يقول لأنه ما دفع فلوس هواي. تحكي لك أي جملة. طبعاً هذا الموضوع الحمد لله إنه هو أوبن يعني تقدر براحتك أنت. التمرين التاسع هذا تمرين هيك ما لا تقرا ولا مهم اصلا. طيب هسه راح نروح على 12-3 logical والاكسبكتيشن. طبعا هنا انت بول على فد شغله مهمه جدا. ب 12-3 احنا راح نحكي عن اللوجيكال اللي هو عن المنطق والتوقع يعني الاشياء المنطقيه والاشياء التي فيها توقع. فراح ناخذ جمل وراح نناقش بها. طبعا افضل ناخذ الملاحظات بعدين نرجع للامثله. يقول ملاحظه هنا both must for assumption and should for expectation. يقول لك المست تستخدم للشيء المفترض القيام به او الواجب القيام به والشود تستخدم ايضا للاكسبكتيشن للتوقع. طيب طبعا اكيد حسب المعنى مال الجمله يعني مو ما تجيني شود تجي تستخدم expectation. مرات الشود تستخدم للنصيح مرات الشود تستخدم لفد شيء معين. يعني قبل شوي اخذنا الشود للندم فاكيد حسب السياق. يعني الان الشود هاف وراها تصريف ثالث هاي هنا تستخدم بمعنى الندم. اما هنا فالشود اكيد تستخدم للتوقع واكيد حسب المعنى مال الجمله. involve making an intelligent guess in the sentence that refers to the present or past or present or past either must should possibly however must express a greater degree of certainty. بيقول لك ايضا المست ايضا المست ايضا تستخدم ايضا المست ل خلينا نقول ل لدرجه من التاكيد يعني فشيء اكيد يعني 100%. طيب
فالآن راح نشوف الشد. يقول my wallet should be in should be on the dresser. طيب my wallet should be on the dress. My wallet should have been on the dress. My wallet must have been. الآن الجملة من أقول my wallet should be on the dress هذا expectation، يعني من المتوقع أنه أنا خليتها بالدريسر. هاي مثلا يعني دريسر اللي هو دريس يعني. طيب زين، إذا هاي من المتوقع، أنا أتوقع أنه أنا. إذا شنو معناها هنا؟ معناها أنا usually أخليها بهذا المكان. I usually يعني عادة، ها يعني هاي إذا هنا من المتوقع. إذا من أقول I my wallet لابد من أن محفظتي قد تكون في كذا هذا المكان، إذا الشد هنا بمعنى التوقع. أنا ما متأكد، توقع. من أقول my wallet must be، أنا متأكد هنا وضعتها. I always، لأن أنا دائما أخليها هنا. إذا متى أستخدم الشد؟ لما أنا ما متأكد 100%، يعني أتوقع. ما من أقول must be يعني معناها، يعني معناها أنا متأكد خليتها هنا. I always يعني أنا دائما أحطها بهذا المكان. بس من أقول my wallet should have been I usually put it there، يعني أنا هم أيضا ما متأكد كلش هواية. My wallet must have been did you look carefully. يقول لك my wallet must have been on the dress، لابد من أن محفظتي قد تكون في هذا المكان. والله تأكد لي من عدم، يعني هنا هاي شلون بيها، يعني بيها وكأنه سؤال. Did you look carefully، هل نظرت بشكل جيد أو هل نظرت بعناية؟ طيب الآن الفكرة أنه أنا لازم أعرف أن الشد هي بيها expectation، والمست لا بيها قوة، حلو بيها تأكيد. يقول ملاحظة اثنين، يقول to make intelligent guess about the future only should can be used. أما إذا أنا عندي يعني فالتوقع بالمستقبل فدائما أستخدم الشد. يقول هنا to make، يقول هنا the check from my parents should arrive tomorrow. الطرد من أبويا لازم يجيني غدا. should arrive tomorrow المستقبل هذا، لذلك هنستخدم الشد. إذا لما عندي توقع مع المستقبل أستخدم الشد. نكتب ملاحظة، التوقع في المستقبل نستخدم الشد، التوقع مع المستقبل نستخدم الشد. طيب الآن رقم ثلاثة، يقول logical assumption، الافتراضيات الواقعية، يعني الشيء المفترض الواقعي، يعني فشيء واقعي مفترض. طيب فشيء مفترض، وعصر نأخذ مثال وراح نعرف المعنى. يقول I don't hear any noise in the children's room. ما قاعد أسمع أي صوت بمزعج في غرفة الأطفال. They must be sleeping. لابد من أنهم نائمون. إذن أنا هنا لازم أكتب ملاحظة. إذا كان نكتب ملاحظة. إذا كان هنالك استمرارية. إلا عندي استمرارية. وشيء مفترض واقعي، وشيء افتراضي واقعي، شيء افتراضي واقعي، يعني انت تفترضه واقعي، افتراضي واقعي، شيء افتراضي واقعي، وهنالك استمرارية. طبعا لازم ما ننسى نكتبها، هنالك استمرارية. طيب فسوف نستخدم المست، مست زائدا بي زائد فعل بي اي ان جي. نستخدم المست زائدا بي زائد فعل بي اي ان جي، هاي القاعده، مست بي زائدا فعل بي اي ان جي. لو رجعنا على الامثله اللي هو مطنيها بالبدايه، يقول لك هي مست بي اون هيز واي. يقول لي ما موجود بالدار، إذن أكيد هو هسه بطريقة، إذن فشيء افتراضي وافتراضي
منطقي. He must be walking. يقول he is talking Lee a long time a long time to get there. He must be walking. It taking Lee a long time to get there. والله دائما لي يستغرق وقت علشان يوصل هون. إذن من المفترض أو من الشيء المنطقي لابد من أنه يجري، يعني يجري يمشي، لأنه دائما هو عنده مسافة طويلة، فهذا مفترض، افتراضية واقعية. فمثل ما أنا ذكرت لكم يعني، طبعا دائما لما يكون بها استمرارية نستخدم must be وفعل ing، must be وفعل ing. المص دائما يكون بها تأكيد. لما يكون عندي استمرارية أكون أقول must be walking. Must be walking. طيب يقول to make a logical assumption about past. هاي ملاحظة جدا مهمة. شلون أعمل افتراض بالماضي؟ أنا عندي افتراضية ولكن بالماضي. فلازم أستخدم المست أو الهاف زائداً المست زائداً هاف زائداً past participle. اكتب لي ملاحظة يمك للتحدث عن الافتراضية أو الواقعية طبعاً عادي في الماضي. في الماضي نستخدم must زائد have زائد تصريف ثالث للفعل. must و have وتصريف الثالث للفعل. must و have وتصريف ثالث للفعل. must to have تصريف ثالث للفعل. يقول أن ليندا wasn't طبعا هاي ماضي، خلاص الجملة ماضي. أريد أستخدم افتراضية بالماضي، فراح أقول she must have decided. إذن أنا إيش عندي هنا؟ عندي must to have وتصريف ثالث للفعل. must to have وتصريف ثالث للفعل. she must have decided. إذن must to have وتصريف ثالث للفعل. ليش استخدمناه؟ لأن عندنا ماضي. شلون عرفناه ماضي؟ لأن عندي wasn't. لأن عندي wasn't. طيب هذا الموضوع إن شاء الله بسيط، يعني ما راح يتعبكم. يقول complete dialogues using correct form of must and have to in the verb. إحنا ما عندنا هنا في الشرح. التمرين 13 مهم. يقول respond to the sentences using must and the tense indicated in the parentheses. الآن أنا عندي جملة my brother was a star soccer player in high school. كان نجم كرة قدم. He must still be good player. هاي افتراضية. بالماضي راح أقول he must have started playing when he was very young. إذن هاي جملتين إحنا كتبناها من عندنا، طبعا اشتقيناها من هذا المعنى. نفس الحالة بقية هذا الجمل. ننطيكم هذا التمرين واجب، تمرين 13 تحله أنت وتنظر إلى الحل بكرة، يعني محاضرة جاي إن شاء الله أيضا نتحدث عنه ونشوف الحل مالته إيش يصير. أكيد عندك مضارع وعندك ماضي لا تنسى. بالماضي إيش نستخدم؟ تونا قلتها قبل شوية. وبالمضارع إيش نستخدم؟ نعرف. نيجي على suggestions الاقتراح. طبعا الاقتراح جدا بسيط، هو تستخدم الكود في الجملة مع فعل مجرد. I don't want to stay home tonight. We could go. طبعا الكود هنا اقتراح. We could go يعني معناها نريد نذهب، نستطيع أن نذهب. You could borrow. أنت تستطيع. إذا نكتب ملاحظة أنه مع الاقتراح نستخدم الكود. واحد نستخدم الكود، هاي رقم واحد. ثانيا ممكن أن نستخدم why don't we أو why don't يعني why don't، بس هي مجرد why don't. هاي رقم اثنين. ورقم ثلاثة let's. عندنا ثلاثة حالات للاقتراح اللي هي الكود why don't وlet's. ثلاث طبعا why don't يجي وراها فاعل وفعل مجرد، والlet's يجي وراها فعل مجرد مباشرة. let's معناها دعنا، why don't يعني ليش ما، إيش معناها ليش ما، والكود يعني بإمكاننا أو إلى آخره. هذا جدا بسيط وأنا أتوقع يجيكم بالامتحانات صراحة كلش مهم. هذني اللي نستخدمهن دائما للsuggestions اللي هو الاقتراح. أكيد راح تجيك جملة ويقول لك سوي لي اقتراح بكل بساطة يعني.
مثلا يقول I want to get birthday present، أريد أحصل على أريد أشتري على، نقول له why don't we، لماذا لا نشتري، why don't we buy a watch a new watch، ليش ما نشتري سيارة جديدة، ساعة جديدة عفوا للمستاذ. مواضيع بسيطة صراحة جدا أنا ما أتوقع، وهي أغلبها ترى موجودات بالسادس إعدادي أصلا اللي هو الاقتراح، مجرد يريد من عندنا نسوي اقتراح، أنت وزميلك تقترح أنت وزميلك فت شغلة معينة، تقترح أنت وزميلك فت شغلة معينة. طيب بالنسبة لي 12-5 موضوع هذا ركزوا لي عليه، هنا عندنا possibilities اللي هي possibilities اللي هي الاحتماليات. هنا لما عندك احتمالية، طبعا للاحتمالية نستخدم ثلاث أفعال ناقصة اللي هو الماي والمايت والكود، وهنا الكود قبل شوية كنا نستخدمها الما كنا نستخدمها قبل شوية للاقتراح، ولكن هنا ليست بمعنى الاقتراح وإنما بمعنى الاحتمالية، والمعنى طبعا مفتاح الحل هو المعنى. طيب نكتب ملاحظة، نستخدم مع الاحتمالية البوسيبلتيز، نستخدم مع الاحتمالية البوسيبلتيز ثلاث أفعال ناقصة، ثلاث أفعال ناقصة. طبعا من هي ثلاث أفعال ناقصة اللي هي الماي والمايت والكود، اكتبهم. طيب اكتب لي ملاحظة كم، ملاحظة رقم اثنين، ملاحظة رقم اثنين. لكي نستخدم أو لكي نعبر عن الاحتمالية في الماضي، لكي نستخدم أو لكي نعبر عن الاحتمالية في الماضي، نستخدم هذه الأفعال، نستخدم هذه الأفعال اللي هي المي والهاف والكود، زائدا هاف وتصريف ثالث الفعل، يعني نفس هاي الأفعال بس راح أضيف لها هاف وتصريف ثالث الفعل، نفس الأفعال بالضبط. may have gotten، شوف هذه نفس الأفعال بس راح تستخدم لها have وتصريف ثالث للفعل. طيب هذا الموضوع كليته بالنسبة للبوسيبلتي. يعني الآن إذا أجتني جملة، الآن أنا عندي don't هاي مضارع، فراح استخدم الكود أو المي أو الكود أو المايت أو المي، كلهن صح، كلهن صح. إذا عندك ماضي فالجملة ماضي لازم تستخدم could have وتصريف ثالث للفعل، could have وتصريف ثالث للفعل. as هاي it was possible for candy to come، الآن أنا أريد أسويها أستخدم المي، راح أقول candy may come، بس candy may، it is possible for من الممكن، could have come. ليش استخدمت could و have و come؟ لأن was ماضي، لو مضارع كان ما قلت يجي، كان قلت بس could come، كان قلت بس could come. هذا تمرين 22 ايضا مهم، اذا عمرت عندنا تمرين 13 وعندنا تمرين 22 واجب نحلهم، واجب نحلهم.